أهلا بكم. يفترض أن تحسم طاولة الحوار الوطني موضوع مطامر النفايات، وتعقد اللجنة الوزارية المكلفة معالجة أزمة النفايات اجتماعا لها اليوم في 6 مساء في السرايا الحكومية لترجمة الحل إذا تم التوافق عليه على طاولة الحوار. وعليه ربما سيدعو رئيس الحكومة تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء لمعاودة الحكومة نشاطها، مع الإبقاء على عقدة تبقية العلاقات مع المملكة العربية السعودية رغم الإشارات الإيجابية التي تلقاها الرئيس تمام سلام آخرها من وزير الخارجية السعودية عادل الجوير. وفي سوريا تستأنف المعارضة والحكومة محادثتهما في جنيف. عن كل هذه المحاور تحدث اليوم مع ضيفي عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في لبنان المهندس عبد الله بابتي. أهلا وسهلا فيك. سنبدأ اليوم، يعني يبدو أنه موضوع النفايات ربما سيكون اليوم له نهاية سعيدة، نحط يمكن سعيدة بين هلالين. هل برأيك سيتم التوافق اليوم على حل المطامر المقترح؟ يعني لا شك أنه أزمة القمامة في لبنان طالت وتركت يعني بصمات غير مرضية لا محليا ولا خارجيا، ولذلك يعني لابد أن تحسم، والحكومة في هذا المجال هي صاحبة القرار. لابد يعني مثل هذا الموضوع يجب أن ينجز بشكل يعني قانوني، بشكل يؤمن مصلحة الناس ويعيد دورة الحياة يعني إلى طبيعتها ونشاطها. وموضوع المطامر يعني هناك تشويه، المطامر هي بالنتيجة مواقع يعني إذا كان رعي فيها التقنية والعلم فهي أمكنة صحيحة ومفيدة للتربة. ولذلك يعني الحملة الدعائية على رفض المطامر، كل محافظة وكل فريق يعني يقوم بهذه الحملة، يجب أن تحسم الحكومة أولا يعني بشرح كل هذه المطامر يعني فوائدها وضرورتها، ثم بعد ذلك يعني ليشعر المواطن بالمسؤولية. هل يرضى أن تبقى هذه الزبالة يعني في شوارعه تعرض المواطن للمرض وتعرض البلد كله لسمعة سيئة؟ لابد أن يتشارك الحكومة المواطن والفعاليات المدنية بشكل قانوني وموضوعي حتى نصل إلى حل. وأنا أرى في المطامر من الأساس هي الحل الأوفى، يعني قضية ترحيل أو قضايا أخرى ليست طبيعية ولا يعني ومختلفة جدا. ولكن اليوم يعني هذه الصورة المشوهة عن المطامر، ما بحق لهم اليوم الناس أن يكون عندهم هيدي المشكلة بسبب غياب الثقة بالدولة وبإداراتها باعتماد المعايير الصحية والبيئية اللازمة في أي مطمر، وأنه تجربة الناعمة ما زالت موجودة أمام أعينهم ويخافون أن تتكرر هذه التجربة في مناطق لبنانية أخرى. يعني هنا اتجاهان، اتجاه أنه لا نؤخذ يعني بالدعايات والحملات، يعني أحيانا لا تكون فعلا لمصلحة البلد. الشيء الآخر على الحكومة أن تحسم يعني الإطالة بالبحث وترك الأمور تتصاعد بهذا الشكل، تجعل يعني كل الناس يعني تسير في هذا الخطوة كأنه حملة انتخابية أو حملة يعني فهي حينما تشرح فوائد المطامر وتساوي بين كل المناطق، هذا يعني هالنوع من يعني الجرثومة اللي صرنا نسمعها انه اصبح المطامر مذهبية. صحيح. واصبحت كل منطقة ترضى ولا ترضى. هذا يعني امر فعلا يعني معيب، حتى النفايات عملناها على اساس نعم طارق. هذا شيء معيب جدا. الحكومة يجب كانت ان تسرع وفعلا ان تأخذ القرارات بموضوعية ثم تشرح القضايا العلمية التي يعني تعطي فكرة انه المطامر اذا طبقت بشكل يعني صحيح علمي يمكن أن تكون الملاذ، وإذا كان هناك من أخطاء فلتتجنبها في قادمات المطامر الحديثة. طيب. هل برأيك اليوم ما نفع بتحريك وتسريع الحوار هو تهديد الرئيس تمام سلام بأنه لن يدعو إلى جلسة، وربما لا فائدة لهذه الحكومة من بقائها كما قال بحال عدم التوافق على حل النفايات؟ يعني الأجواء يعني التي هي في مجلس الوزراء، وهنا يعني لفتي نرى يعني بكل وضوح أن رئيس الحكومة لا يمكن أن يكون أو يفعل ما يريد، لأن القرار يأتي من مجلس الوزراء مجتمعاً وأحياناً بالثلثين وأحياناً بنصف واحد. صحيح. هذه أنا بلفت النظر للآخرين الذين يتشدقون
بأن مجلس الوزراء قد أخذ يعني صلاحيات رئيس الجمهورية، يعني هنا فليلتفتوا ويروا بأم الأعين أن مجلس الوزراء يأخذ القرار مستمعا وكل الموجودين فيه هم شركاء في هذا القرار. هذه ناحية. الناحية الثانية الحقيقة يعني صبر رئيس الحكومة لا شك، يعني أنا أنظر إليه أنه صبر كثيرا وأنه فعلا يعني يظلم بهذا الموقع الذي لا يستطيع أن صحيح. يتخذ فيه قرار صحيح. فإلى متى؟ يعني هو الرجل لا يحمل أي مثلا أي موقف معادي لأي طرف، بل هو فعلا يجمع الجميع يتعاون مع الجميع. برأيك ما دفع ثمن هذه المواقف رئيس تمام سلام؟ يعني التعطيل اللي صار خلال 3 أشهر من عدم انعقاد الحكومة كان سببه أنه يريد التوافق على القرارات، وبالتالي تعطلت الحكومة وتعطل البلد. يعني أنا هنا أحمل المسؤولية لكافة الأطياف التي تشارك في هذه الحكومة، يعني يوم لما نحن منقول ما منحضر لسبب أولوية البحث في كيفية مجلس الوزراء وقراراته وكذا. طب هذا يعني أنت لما أنت بتمتنع والأضرار محيطة بالبلد من تضر؟ يعني أنت تكتفي بهذا الموقف سياسيا، ولكن عمليا أنت تعرض البلد وكل المواطنين إلى الضرر البالغ، فأنت تتحمل المسؤولية في ذلك. رئيس الحكومة لو كان يعني حاكما فردا كان ممكن أن يأخذ القرار، لكن أنت إلى جانبه تعرقل هذه الأعمال، ولذلك يعني هناك مسؤولية فعلا على كافة أعضاء مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة في هذا المجال مظلوم لأنه لا يستطيع أن ينفذ ما يريد، لا يتحمل وحده المسؤولية. اليوم يعني كان في سببين إذا بنقول لرفع الصوت في مجلس الوزراء أو للمشاكل اللي اعترضت، موضوع النفايات نأمل أن يكون وضع على السكة الصحيحة وإيجاد الحل، واليوم في اجتماع للجنة الوزارية مساء. موضوع آخر هو موضوع الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية، شفنا ما حصل في الاجتماع ما قبل الأخير لمجلس الوزراء والبيان الذي صدر، وتحدث وقتها عن جولة ربما يقوم فيها وفد وزاري برئاسة رئيس الحكومة أو لا إلى المملكة العربية السعودية، ولكن كان في إشارات، هل بتقول إن هي إشارات إيجابية ما سمعناه اليوم باليومين الماضيين من وزير الخارجية السعودي إنه عن دور الرئيس هام؟ يعني هي القضايا خلينا نقول بشكل أوسع، نحن جزء من العالم العربي، وهذا العالم اليوم يتعرض فعلا إلى مؤامرة، هذه المؤامرة تعبث بأمنه وفعلا كأن تريد أن تمزقه، فإلى متى نحن نساعد هذه المؤامرة؟ مطلوب أن نتضافر جميعا ونتعاون في إبعاد يعني بصمات هذه المؤامرة وأضرارها عن عالمنا كله. نحن لا نستطيع يعني أن ننفصل عن أي جزء، حتى الأحداث القائمة في سوريا نحن نتأثر بها كثيرا صحيح. ونتمنى أن يكون هناك قدرة على حل. كذلك في السعودية الأمر، هناك فعلا في اليمن أحداث، وأحداث يعني مزعجة وكثير لها أثر في حياتنا. أنا أرى هذه كل ما يجري يجري لأنه يراد للعالم العربي خريطة جديدة وأضرار بكل الأمن والاستقرار، بل أكثر من ذلك هناك وضع يد على قرار هذه الشعوب على ثروات هذه المنطقة من أجل صنع جو آخر يعني توزيع المنطقة أو يعني تخطيط لها جديد. فهنا يعني بدل أن يعني نتخاصم فيما بيننا، بالعكس نتوحد ونواجه هذا الخطر الداهم كلنا يعني بموقف واحد كالبنيان المرصوص الذي يبعد شبح الخراب والدمار. نحن الآن ننظر إلى سوريا ماذا حل بها، الخراب والدمار الذي فيها لا يعوض بخمسين سنة. كذلك ما يحدث في اليمن وفي بلاد عربية أخرى، في العراق، في ليبيا، كل هذا على الحكام، على الأنظمة، على الشعوب أن تدرك أنها تدفع الثمن الغالي، لأن هناك من يحبك مؤامرة لتحطيم هذا العالم. من هنا أقول كل بادرة حوار، كل إمكانية تفاهم، كل حل سياسي يجب أن نلجأ إليه، والعاقل من يتقدم ولا يحسب ألف حساب أنه إذا تقدم معنى ذلك هزيمة أو تراجع. أي مكان يستطيع أن يوقف هذه الخطة وهذا الدمار
فهو فعلا من العاقلين الذين يذكر يوما ما في التاريخ. اليوم لكن يبدو يعني إذا كان هذه المؤامرة يبدو هل برأيك عم تنجح ببعض المحلات هذا التشنج الحاصل اليوم في الدول العربية؟ يعني كأنه ملامح المؤامرة الموجودة عم بلشت على الأرض تبين. أنا أعتقد أن يعني إلى الآن لم يعني يباشر، ما شفت أي طرف إلى الآن يباشر بأن يعني يوجد طريق للحوار ويخط إمكانية التعاون. هلا في عنا مصالح متبادلة، البعض يحاول أن يحافظ عليها، لكن العمق ليست بس المصالح. يعني نحن السعودية نعم هناك آلاف من شبابنا يعملون فيها، من غير المعقول أن نحن يعني نقدم على ما يعطل هذه يعني النعمة الموجودة لدينا. فالشباب اليوم لبنان يخرج آلاف من المهندسين والأطباء وكل التخصصات، إذا لم يكن هناك لهم عمل خارج لبنان معنى ذلك لبنان سيعيش 50-60% بطالة. وهل يمكن أن نتحمل هذا يعني النفق المظلم؟ من هنا يعني من يتقدم لتحسين علاقة السياسة؟ نحن مختلفين، قد يكون هناك وجهات نظر كثيرة، وأنا أقولها بصراحة يعني الذين يخططون لهذه المنطقة يأخذون أطرافا إلى جانبهم وأطرافا أعداء لهم. المفيد أن نحن نخرج من هذه العملية وأن نلتقي فيما بيننا ونحافظ على قدرات هذه المنطقة بثرواتها وبشرها وعمرانها. يعني نمنع التخريب، نمنع الاختلاف، نمنع عدم الاستفادة من هذه الثروات. فأي باب من الحوار أو التفاهم يجب أن ندعمه، والذي يدعم بالبداية هو الذي يدرك أن الخروج من المؤامرة يكون على يديه. برأيك لماذا المملكة العربية السعودية لجأت إلى هكذا إجراءات بحق لبنان؟ يعني أنا طبعا بعرف أنه في لبنان في حرية صحافة، حرية رأي، لكن كله بالنتيجة له حدود. وأول شيء الحد، يعني أنا قد أكون أختلف يعني بالرأي مع آخر، لكن أن أبلغ إلى حد التهديم ومواجهة يعني مباشرة، أكون يعني قد أنا أنفذ الخطة المرسومة. وأنا هنا فعلا أعيب على الذي يرفعون يعني يخرجون من الحوار ويرفعون السقف. يعني أبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، واحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما. فلماذا يعني هذا التشنج القوي بعد من يقول أنه يملك الحق الكامل بيديه؟ قد يكون هذا الحق بنظرك ليس ما هو بنظر الآخر، فدع فرصة للتفاهم. نحن عرب، نحن يعني في لبنان يعني نلتقي مع كل العرب، وهناك فسحة جيدة على مر التاريخ أن لبنان ملتقى الحضارات، ملتقى الطوائف، التفاهم. فتفضلوا ولنلتقي ونعالج مشاكلنا. هل يكون إذا كان هناك من قضية مع أي دولة عربية فليكن هذا من منطلق التفاهم والحوار والموافقة وليس التصادم. وأنا أقول صراحة على الذين يعملون في السياسة أن يعني يراعوا مصلحة وطنهم وأن يرحموا الناس وأن يكون لهم الموقف الذي يريدون، ولكن لا ينطلقوا من أن الحق كامل بيدهم دون سوى. هل برأيك لبنان اليوم قادر على إقامة هذا التوازن مثلا بين المملكة العربية السعودية وإيران بالحفاظ على العلاقات بين اثنين بظل الصراع القائم بين الدولتين؟ يعني هل يجب أن يكون لبنان طرفا؟ إيران دولة تعمل لمصلحتها وهي فعلا تقدم خطوات كثيرة. السعودية بلد كذلك يعني مستقل وله وعليه. فنحن مصلحتنا في لبنان إذا كان هناك من إمكانية يعني وصل إعراب عن أفكار ممكن تجمع الطرفين أو تسهل اللقاء بينهما وأن تراعى فيها المصلحة العربية، يعني إن كانت العربية أو الإسلامية إذا كان هناك دول إسلامية، هذا الأمر إذا كنا نقوم به خير من أن يعني نلقي الزيت على النار ونتبنى موقفا بالنتيجة يكون أيضا هذا الموقف يعني اشتداد الأزمة واشتداد الصراع وضرر بالغ بمواطنينا. ف
فهذا يعني مراعاة في هذا الأمر. طبعا لا أتخلى عن عقيدتي أو عن فكري، ولكن أعمل على رأب الصدى، لا أعمل على زيادة الشرخ. هذا الأمر مطلوب من كل سياسي إذا كان فعلا يريد لوطنه الخير. أدي برأيك بعد ممكن أن نرى حوارا إيرانيا، أن نرى هذا الحوار الإيراني السعودي قريبا في ظل الخلافات الحاصلة باليمن بالعراق بسوريا في لبنان؟ يعني هل قد في صار بعض يعني بين الدولتين؟ آخر خبر كما سمعت يعني أنه رئيس الجمهورية الإيرانية روحاني يقول أن هناك وفدا سيصل إلى السعودية، هذه بادرة. شيء آخر، إذا كلنا اقتنعنا أن ما يجري ليس لمصلحتنا أولا وأنه بيد أعدائنا، الآن ماذا يعني إسرائيل شو بتريد أكثر من هيك؟ يعني إسرائيل تتفرج على صراع العرب فيما بينهم على السلاح وقتل الناس يعني بشكل، بعدين خلينا نكون أصراح، ما يدور هو تشغيل مصانع السلاح في العالم العربي، ما يجري من هدم وخراب من سوريا إلى عراق إلى يمن كله يكثر من أجل أن يعاد بناؤه من شركات أجنبية. إذن نحن إلى أين ذاهبين؟ يعني هذا لا يكفي الحكام، لا يكفي المتبصرين أن يتوقفوا وأن لا يقعوا في فخ التقاتل والصراع إلى هذا الحد، يجب أن يتوقف القتال، يجب أن يعني فعلا يكون هناك هدنة مصالحة، مهما كان الصعاب يجب أن نجد حلا، لأن السلاح الذي يعني نستخدمه هو لقتل أولادنا، الخراب لقتل تدمير بلادنا، من الرابح؟ إن كان هذا الطرف أو ذاك فكلنا خاسرون، يجب أن يتوقف القتال بأي شكل وأن نلجأ إلى التفاهم. أنا أعتقد أن كل الأطراف وعت، يعني مثلا كثير من المواقف كانت يعني بلاد عربية معينة تعتمد على إما روسيا أو أمريكا. أنا الآن أرى أن روسيا وأمريكا باعت الأطراف كلها، لا تعمل إلا لمصالحها وباءت بالفشل يعني تلك الدول التي راهنت عليها. كلا الطرفين يعرفون تماما أن الخاسر هي بلادنا، وأن الذي يستفيد هو صانع الأسلحة والشركات التي تسعى لإعادة التعمير وهي تريد المزيد من هذا الخراب. صحيح، ومن ثروات هذه المنطقة. نعم. إن شاء الله يكون هذا الوعي موجود لدى هذه الدول. خلينا نتفصل علينا قصير، نعود بعد لنتحدث بما تبقى من الشأن المحلي وأيضا الواقع السوري اليوم في ظل ما يحكى عن قرب استئناف محادثات السلام. فاصل ونعود. عودة لمتابعة الحوار مع ضيفي عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في لبنان المهندس عبد الله بابتي، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. اليوم يعني بظل هذا الواقع الإقليمي المتشنج في لبنان نعيش أبشع وأقسى الظروف، خصوصا بغياب رئاسة الجمهورية، بعدنا بالمشهد الحالي في رئيسين مرشحين لرئاسة الجمهورية وفي فريقين يعني كل فريق داعم فريق آخر. أدي برأيك قادرين ننقى بنفسنا بالواقع الإقليمي المتشنج وأن نصنع حلا لبنانيا داخليا يكون بدايته بانتخاب رئيس الجمهورية؟ يعني قضية رئاسة الجمهورية أيضا يعني وصلت إلى منعطف يجب أن ينتهي عنده، لابد من حل. يعني أنا أبدأ أن هناك كان اتفاق على تسمية 4 رؤساء أقوياء في الطائفة. صحيح. المسيحية، الكل قبل أن هؤلاء 4 يجب أن يكون منهم. طيب بداية لو اتفقوا فيما بينهم على واحد وأعلنوا كنا باركنا وانتهينا، رجعوا اختلفوا 4 وانتظرنا، الآن صار في آخر إنسان آخر. طب أنا أقول يعني نحن طبعا رئيس الجمهورية سيكون مسيحي، ورئيس الجمهورية بالنتيجة لجميع اللبنانيين. صحيح، هذا ما حدا عم بيناقش، لجميع اللبنانيين. إذن يعني في أطراف لبنانية ليست مسيحية لها كلمة، لها رأي بالموضوع. إذا كان هناك من يستطيع أن يجمع التوفيق بين يعني الطوائف كلها وأن يكون مرشح للكل، يعني معناها يعني هذا الأمر يجب أن ننسى عند ذلك أن ننهي. كيف ينتهي؟ نحن عندنا الطائف، عندنا الدستور، لابد من انتخاب، الانتخاب يتم في مجلس نيابي. صحيح. فمفروض كل النواب بدون عذر ينزلوا، وإذا كان هناك مرشحان فليختاروا. ومن ينجح كان فينا نحن نلبن الحال. نعم، بس بالواقع هو مختلف. هلا
المراهنة، أنا واضح أن المراهنة على أن تنتهي الأحداث في سوريا، وعند ذلك يعني معروف أن سوريا كانت لها بصمات دائما في انتخاب الرئيس والتجديد للرؤساء واختيار حتى الحكومات والرؤساء. هذا الوضع يعني مختلف الآن، لأن الصراع الكبير في المنطقة يتيح لنا فرصة أن نعود إلى لبنان ونفكر بأحوالنا. طيب هلأ الآن حنمر أكثر من سنة حنصير وإستن أوضاعنا من بعدين، عدم وجود رئيس يعني عدم فعلا يعني إمكانية مرجعية يعود إليها الوزراء والنواب والناس، هذا الأمر مضر جدا. يعني فكرة أنه أن نبقى إما كما يقال يعني ويشار بالبنان، إما أن ينتخب فلان أو لا رئيس، هذا يعني لا في الديمقراطية ولا في أي بلد في العالم. نحن الآن معركة أمريكا واضحة، رؤساء عم يقنعوا الناس بالولايات لكل واحد لشخصه. طب نحن الآن إذا كان بدنا يعني نترك الناس وتقول رأيها والنواب يعبروا عن هذا الرأي، بنقول لا ما بيصير ولا مننتخب ولا منقبل. طب أنا ما بقول إنه فلان أقوى من فلان، صحيح، لكن أنا كخارج إطار هذه الطائفة لي رأي، فهذا الرأي إذا اندمج مع رأي الطائفة وصار إمكانية التفاهم، معنى ذلك نحن نجحنا في اختيار رئيس لكل لبنان. صحيح. أما إذا فرض أو لجأنا إلى التعيين، طب هذا الرئيس يكون فعلا طرف مقابل طرف آخر، فهذا الأمر الحقيقة يجب أن يعود. يعني الحل بإجاء بانتخاب رئيس توافقي، هلأ ما عندنا مشكلة بالتوافقي أو من خلال الأربع، المهم رجل يستطيع يكون هناك توافق عليه من كل الطوائف من كل المواطنين. ما بيصح أنه طرف يتشبث إما أن تنتخبوني أو لا رئيس. هذه المقولة وين في منا في العالم؟ يعطونا دليل على ذلك في العالم كله. هذا الأمر يعني يجب أن ينتهي إلى حل. اليوم بظل هذا الفراغ الحاصل يتحرك السياسيون اللبنانيون تحت مظلة يقال أنه مأمنة، مظلة الاستقرار. هل هذه المظلة فينا هالقد نعتمد عليها وهي ثابتة لتمرير المرحلة المقبلة؟ أنا لا أثق بوعود الدول التي تدير هذه اللعبة. إذا وجدت فرصة يعني تستدعي أن يكون في لبنان أي شيء من الاضطراب سوف تلجأ، لكن إلى الآن الأمور يعني حدنا نقول أكثر يعني بدأت في المنطقة تأخذ يعني طريق. سوريا الآن في صار شيء اسمه مفاوضات، صحيح، يعني وصار في هدنة. في اليمن عم يعني يصير إمكانية في كذلك بداية حوار سعودي مع الحوثيين، لكن المشكلة يعني لا تنجح هذه الأشياء أو هذه المهادنة إذا لم نقتنع أننا جميعا يجب أن نشارك ونشاطر برأي يعيد البلد إلى يعني وضعه المستقر. أما إذا تمسك كل برأيه فالخلاف سيبقى. وأظن ما تم سيتفجر ما تم من خراب ومن دفع ثمن باهظ جدا. يعني أي حاكم يقبل أنه يدفع شعبه هذا الثمن الغالي ثم يصر أنه أنا سأبقى مهما كان الثمن؟ لا، حتى يعني هذا الحاكم إذا كان يعني كل هذه الخسائر تمت، هل يستطيع أن يسير في شارع من شوارع بلده؟ لا يستطيع أن يسير. أي رئيس جمهوري إذن أنت إذا كنت تستطيع أن تأمن على نفسك من الذين قتلت أولادهم وأبناؤهم وخربت بيوتهم؟ أي هذا المقام الذي تحافظ عليه؟ لذلك العبرة أن نتوقف عن كل هذا القتل والتدمير وأن نلجأ إلى العبرة بأن نفهم مصيرنا وبلادنا ونخرج مما يحاك لنا. الآخرون لا فرق عندهم، دخلك يعني الطائرة الروسية شو عندها مشكلة إذا تهدمت كل المزة ولا كل حمص؟ شو عندها مشكلة؟ طب أنا بساعد الروس وبتعاون مع الروس لتدمير الشام وحمص وحما وبقول أنا الحمد لله انتصرت؟ أي انتصار؟ لذلك هذا الأمر خذوا العبرة وتوقفوا، وأي مفاوضات أو أي حل أو أي حوار نلجأ إليه بأقصى سرعة. هل أصبح هذا الحل جاهز برأيك بسوريا؟ يعني اليوم حكيت حضرتك عن الدور الأمريكي والدور الروسي والدور الإسرائيلي في المنطقة، هل اليوم في توافق أمريكي روسي للحل في سوريا؟ أنا بعتقد في توافق كامل بين الروس والأمريكي، وإلا متى كانت أمريكا تسمح لروسيا أن
تدخل بلد وتقاتل في بلد ويعني تضرب بطائراتها. متى كان هذا؟ لحي في أوكرانيا ما شو عملوا؟ منعوهم وفرضوا عقوبات، وإلى الآن معتبرين روسيا بلد غير ديمقراطي. وبعد العقوبات موجود. ليش في سوريا مسموح للروس يقتلوا ويدمروا ونحن عيبنا أن نتعاون مع الروس؟ عيبنا أن نعتمد على سلاح الروس لمين لقتل مين؟ عم يقتلوا مين؟ داعش 20,000 30,000 100,000. طب سوريا 23 مليون هجر منهم الملايين في لبنان والعراق وسوريا وحتى في سوريا تركيا. حتى في سوريا وفي أوروبا. طيب هؤلاء كلهم و300 ألف قتيل والمعتقلين يعني الأوضاع المتضررين، كل هؤلاء لا توقفنا عن هذا التعاون الغير بريء مع الروس؟ طيب على أي أساس هذا الحل؟ يعني اليوم إجمالا لعبة الأمم تحكمها المصالح، اليوم شو المصلحة للروسية والأمريكية بهذا الحل بسوريا؟ في بلد ما بيقدر يطلع نواة حكام ممكن يكونوا عادلين، ممكن يكونوا مقبولين من شعبهم. يعني اي يعني حل الروس المطروح ببقاء الرئيس الروسي. هذا السوري الحالي محمد مات، محمد مات ورب العالمين بعت خلفاء ولحتى الان بيجي. طب نحن شو بيهمنا الرئيس بشخصه اذا كان الخراب مستمر؟ ليتوقف الامر ويترك لهذا الشعب بعد طبعا تأمين الحريات. أنا لا أفهم أن يكون هناك انتخاب أو هناك اختيار تحت مظلة البارودة والمدفع والدبابة والطائرة، هذا أمر غير ممكن. لكن إذا كان فعلا صار حوار بيننا مع بعض واتفقنا أنه هذا الشعب ننقذه مما وقع فيه من ويلات، ثم نلجأ إلى اختيار. الاختيار ما حي يعني 23 مليون ما حيطلع منهم ناس عقلاء يستطيعوا. قديش مرت في عهود سوريا ادى الانقلابات من ايام الحنه والشاكلي كله، بعدين صار في دائما تيجي مراحل. يعني الرئيس الوزراء الفارس هذا اللي كان يعني كان في سوريا قديش كان معروف عنه الثقه والدعم له. نحن فينا نامن بكل بلد عربي، لكن الحكام اول شيء يشيلوا ايدهم بقى عن الكراسي وينتهوا من انه والله حرصوا على الكرسي قبل كل شيء، قبل كل الشعوب ولو على جثث الناس. هذا ينتهي عن كل الحكام ويعطوا الحريات، يعطوا الرأي لان يقول الكلمة الصح باختيار مستقبلهم. طب اليوم يعني سمعنا كلام امريكي حكى عن دون كيري، حكى عن إمكانية إذا ما لقينا حل هلأ الحل ربما يكون بتقسيم سوريا. أيضا كان في كلام روسي بهذا الإطار، وطبيعة الحال كان في كلام إسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه الحل هو تقسيم سوريا على أساس طائفي. هل بعده هذا الحل موجود إذا اليوم الحل أصبح قريب؟ يعني الفيدرالية عم يروجوا له، وللأسف من أولى بصراحة العراق ما في بالجنوب دولة شيعية وبالشمال دولة كردية، وللأسف يعني حتى الأكراد شعب ونحن ما عندنا مانع نعترف بكل شيء، لكن ما هكذا تكون الأمور. يعني ما أجي أنا أصم بلد على أساس بلد طيب. عالم عربي 300-400 مليون كتلة متراصة، أجي أعمل مثل ما كان في الماضي بتتذكر أيام الحروب الصليبية ولاية عكا ولاية طرابلس ولاية شو كانت هي؟ كانت ولايات يتخاصمون فيما بينهم ويتنازعوا والبلاد خربانة. لولا صلاح الدين ما جمعهم بالقوة وخاض معركة ضد الصليبيين وأبعدهم من فلسطين كنا إلى الآن. هل الآن نعيد هذا؟ يعني الآن من يريد إعادة هذا التقسيم؟ كل أعدائنا من إسرائيل إلى أمريكا إلى روسيا، لأنه فعلا هن بصالحهم أنه يأخذوا إلى جانبهم بعض الولايات. يعني دولة صغيرة، يعني نحن نتأسف نقول أن لبنان لا يمكن أن يقسم، ما يمكن أبدا. يعني كلياتنا بالنتيجة عايشين مع بعض، كيف بدنا نعيش؟ يعني واحد يقعد بمنطقة صغيرة والتاني منطقة، لا يمكن. طيب ليش حتى نحن نجي يعني نقبل بهذه الفيدرالية أو هذه التقسيم؟ هذا التقسيم يعني بداية العملية الآن هي التي توعينا أنه نوقف موقف حازم، نوقف القتال، نفاوض، نحاور ونجمع بلدنا كل هذا البلد يكون على كلمة سواء واحدة. قد ايه بعد اليوم بظل وصلنا حالة التقاتل اللي حاصل بين الدول، قد ايه بعد هذه الشعوب قادرة انه بعد تتعايش مع بعضها؟ والله انا ما بخاف، يعني اجمالا يعني الناس يعني طبعا ذاقت مرارة
القتال والتهجير. هلا شوفي اي سوري خارج خارج سوريا يعني يسمع ويقال انه يتمنوا ان يعودوا الى بلدهم ولو حتى في اقاصي الريف أكيد. ويعيشوا في بيوتهم البسيطه، لانه الذل برا والهجره أنا هذا بيساعد على انه كل انسان بيحسه الوطني انه يعتبر هالصفحه لازم تنطوي ولازم نبدا. ما لانه هو انا يعني بشوف هالناس الكبار ممكن يقولوا نحن خلص كتبت علينا هذه الخطة، لكن من اجل الشباب من اجل الاجيال حتى تعود يعني البدايه ممكنه وقادرين على ان نلتقي كشعوب، بس الموضوع انه حكامنا يدركوا انه خروج من هذه اللعبه والتساهل في قيام انظمه تقدس الحريات. شعب بده يكون حر، ما تحكموا القبضه الحديديه ولا تحكموا المخابرات، لانه في هذا المجال يعني ما بيعيش حياته، يعيش دائما بكابوس. فهذا يعني الحل انه هذه الانظمه تغير من سلوكها وهذه الشعوب تعود وهي فعلا التي تردف البلاد بالخيرات حتى بوجه اسرائيل، قادره على ان تشكل موقف قوي جدا لان بقرارتها الداخليه. هل برايك اليوم الحل السوري ممكن ان ينعكس حلول على باقي الدول العربيه؟ اول شيء على لبنان. اول شيء على لبنان، يعني نحن لا يمكن الا ان ننتظر ان يعود الامن والاستقرار في سوريا. طبعا ما معناته انه رئيس الجمهوريه تبقى الى هذا الحال، نحن لبنانيا نتفق على مراحل على قضايا محدده، اما القضيه الاكبر اقليميا طبعا سوريا الى الاثر الاكبر. الشيء الاخر طبعا بيهمنا الموقف السعودي الايراني صحيح. كذلك يتصلح. كذلك الموضوع في العراق ما بيصح انتقاما لما فعله صدام انه يكون هناك تطرف اخر. يعني نحن ما بنشوف انه الحشد الشعبي اليوم يلي عم يعمل ما لا يعمل، ونحن فعلا نتمنى انه يكون يحمي الديمقراطيه ويحمي الناس، لكن ما هذا هو حاصل، لانه يعني الروح الطائفيه انتشرت وقويت في نفوس الناس. فيعني يجب ان يعني نعالج هذه الموضوع هذه القضيه. ما بيصح انا انسان، ولقد كرمنا بني ادم، ما قال للمسلمين ولا الشيعة ولا السنة ولا المسيحي ولا اليهودي، كرمنا بني آدم الإنسان. فليش نحن بدنا نجي نتقاتل؟ أنت يا شيعي خذ محل السنة، وأنت يا سني قاتل العلوي. كل هذا صنيعة نحن فعلا وقعنا فيها من جراء من أراد تقسيم بلادنا، من أراد السيطرة على بلادنا. للأسف وقتنا انتهى، شكرا لوجودك معنا أستاذ عبد الله بابتي، أهلا وسهلا فيك. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. شكرا لك.